أخي المشاهد، إذا دخلت قناة قضايا وأعلام واستفدت منها فلا تذهب قبل أن تترك أثرا لمرورك. اضغط على زر الاشتراك إذا لم تكن من المشتركين في القناة. اكتب تعليقا أسفل الفيديو، وإن أعجبك الموضوع فلا تنسى الضغط على زر الإعجاب، فكل هذا يشجعنا ويدفعنا إلى العمل أكثر. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات قناة قضايا وأعلام، وهي حلقة موجهة لكل مقبل على امتحان من الامتحانات، وبالخصوص الطلبة المقبلين هذه الأيام على امتحان مسابقة الدكتوراه، والذين نتمنى لهم جميعا التوفيق والسداد والنجاح. بخصوص موضوع هذه الحلقة، سوف لن يكون عن كيفية التحضير للمسابقة من الناحية العلمية ولا منهجية الإجابة في الامتحان، وإنما سيكون عن أمر آخر لا يقل أهمية عن هذه الجوانب، وهو أهمية العامل النفسي في الامتحانات. لماذا اخترت الحديث في هذه النقطة بالذات؟ في الواقع أن الذي دفعني لاختيار هذا الموضوع هو بعض المنشورات والتعليقات التي صادفتها في بعض مجموعات الطلبة على الفيسبوك هذه الأيام، مثل هذا المنشور الذي تقول فيه صاحبته: راني خايفة بزاف، وتقول أنها لأول مرة تجتاز امتحان الدكتوراه، في حين أن الطالب مساره الدراسي كله امتحانات. ومثل هذا التعليق الذي يقول فيه صاحبه: راني نخمم ننسحب، راني نحس بضغط رهيب. لاحظوا إذن ضغط رهيب أوصله إلى التفكير في الانسحاب من الامتحان. وهذا التعليق أيضا: حسيت روحي كلي نسيت كلش، وكأنني نسيت كل شيء. والسبب أكيد هو القلق والخوف الزائد من الامتحان. هذه تقول: وكأني نسيت كل شيء. فيه آخر كتب بالأحرف اللاتينية: نسيت كلش. لاحظوا إذن ما يمكن أن يفعله القلق والإحباط النفسي بالشخص. هذه إذن هي نتيجة القلق والخوف الزائد من الامتحان. فهذه الأمور تشوش الأفكار وتجعل الطالب أحيانا تختلط عليه الأمور، بل ربما ينسى كل شيء كما قال صاحب هذا المنشور. فحذري إذن أن يصل بك الأمر إلى مثل هذه الحال. منشور آخر وجدته على الفيسبوك أيضا يقول فيه صاحبه: أنا لا يمكن أن أنجح في المسابقة إلا إذا تغيب المترشحون في يوم الامتحان ولم يحضر منهم إلا اثنان وأنا الثالث. صاحب هذا المنشور طبعا يعبر عن يأسه من النجاح، ويرى أنه من المستحيل أن ينجح إلا إذا تحقق هذا الشرط، أن يغيب الكل في الامتحان ويحضر هو واثنان فقط، وهذا لم يحدث ولن يحدث أبدا. فهذا يمكن أن نقول من الاحتمالات المستحيلة الوقوع. والخلاصة هنا هي أن الجانب النفسي أمر مهم جدا للمقبلين على مسابقة الدكتوراه هذه الأيام أو أي امتحان آخر. أعلم أن هناك الآن من يسأل هذا السؤال: كيف أجنب نفسي القلق والخوف من الامتحان؟ وقبل أن أجيب عن هذا السؤال، أذكر بأنني لست نفسانيا ولا مختصا في التنمية البشرية، لذلك ما أقوله هنا هو مجرد نصائح انطلاقا مما تعلمت من هؤلاء المختصين ومن التجربة أيضا. ونصيحتي لإخواني الطلبة في هذا الموضوع أوجزها في أمرين اثنين. الأمر الأول هو التحضير الجيد للامتحان،
والأمر الثاني هو التوكل على الله. أولا التحضير الجيد للامتحان، فالطالب حين يذهب إلى الامتحان ينبغي أن يكون مسلحا بالمادة العلمية المتعلقة بالتخصص الذي سيمتحن فيه، فكل عمل وكل نجاح لا بد أن يسبقه عمل وتعب وتحضير، فهذه هي سنة الله في الحياة. فالجيش قبل أن يدخل الحرب يحضر نفسه لها، وفريق كرة القدم مثلا يحضر نفسه للمشاركة في تصفيات كأس العالم أو كأس إفريقيا، والملاكم يحضر نفسه أيضا، وشخص له حفلة يدعو الناس إليها عليه أن يحضر، والصحفي قبل أن يقدم حصته لا بد له من تحضير، وأنا قبل تقديم هذه الحلقة لا بد لي من تحضير أيضا، وكذلك أنت كطالب ما دام رشحت نفسك للمسابقة فعليك أن تحضر نفسك، واعلم أن التحضير الجيد هو أهم العوامل التي تطرد منك القلق والخوف من الامتحان، بل إن التحضير الجيد سيعطيك ثقة بالنفس ويجعل معنوياتك عالية، فتقدم على الامتحان إن شاء الله بدون قلق وبدون خوف، وعندك أمل كبير في النجاح. ربما البعض يقول: لكن كيف يكون التحضير الجيد؟ هذه نقطة أعود إليها، لكن بعد أن أذكر العامل الثاني الذي يجنب المترشح القلق والخوف الشديد من الامتحان، عامل مهم أيضا وهو التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أخي الطالب، لقد رشحت نفسك لاجتياز المسابقة وحضرت نفسك من الناحية العلمية، لم يبق لك إذن إلا أن تتوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله. والتوكل هنا بعد أن أخذت بأسباب النجاح، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سأله ذلك الأعرابي عن الدابة: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أم أدعها وأتوكل؟ فأجابه قائلا: اعقلها وتوكل. وعليك أيها الطالب أن تكون مثل الفلاح يحرث الأرض ويلقي بالحب في الأرض ثم يدع أمر الإنبات لله. هل الفلاح هو الذي يتولى إنبات الحب؟ طبعا لا. يقول الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ والزرع هنا بمعنى الإنبات. كذلك أنت أيها الطالب تأخذ بأسباب النجاح ثم تترك الأمر لله بعد ذلك، وتسلم بالنتيجة كيفما كانت، فإن نجحت فاحمد الله، وإن كانت الأخرى فقل: قدر الله وما شاء فعل. لا تكتئب ولا تيأس، بل اجعل رسوبك في هذه المرة تجربة ودرسا لك في المستقبل، وتذكر أن إديسون لم يتوصل لاكتشاف المصباح الكهربائي إلا بعد 1000 محاولة، وتصوروا لو توقف عن التجريب عند المحاولة الأولى أو العاشرة أو 100، هل سينال شرف هذا الاكتشاف؟ وإديسون هذا لما سئل عن فشله قال: أنا لم أفشل، إنما تعلمت 999 طريقة لا تؤدي إلى اشتعال المصباح. إذن أخي الطالب، كن إيجابيا، تعلم من أخطائك وعثراتك في هذه الحياة، وإذا تعثرت فانهض وابدأ السير من جديد، واعلم أنك مأجور في جميع الأحوال، فمن اجتهد وأصاب له أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ثم هذا الامتحان هل هو مصيري بالنسبة لك؟ أنا أقول ليس مصيري، فأنت عندك شهادة الماستر يمكنك أن تتوظف بها، وربما الكثير من المترشحين هم الآن يشتغلون في التعليم أو في وظائف أخرى، فرسوبك في المسابقة ليس نهاية العالم.
كيف يكون التحضير لمسابقة الدكتوراه؟ يفترض أن الطالب في مستوى الماستر قد أخذ تكوينا في التخصص، وهذا خلال مرحلة الليسانس والماستر، لكن هذا لا يكفي، فعلى الطالب الآن حين يحضر نفسه لمسابقة الدكتوراه أن يعمق معارفه العلمية في التخصص وفي الوحدات التي سيمتحن فيها، وهذا يكون من خلال القراءة. ويمكن للطالب أن يختار مثلا مصدرين هامين في التخصص وثلاثة مراجع هامة أو أكثر، طبعا حسب همة الطالب، وكما يقول الشاعر: على قدر أهل العزم تأتي العزائم. قلت إذن يأخذ مصدرين وثلاثة مراجع يقرأها ويدرسها جيدا حتى يهيئ نفسه للامتحان، وأن يتصفح ما أمكن من مراجع ومصادر أخرى، فمجرد تصفح الكتاب والنظر في عناوينه وفهرس الكتاب يفيدك. وتلاحظون في الأسئلة التي طرحت في الأعوام السابقة أحيانا يطالب المترشح بذكر بعض المصادر والمراجع التي تطرقت للموضوع أو التي استقى منها المعلومات. ونفس الشيء يقال عن مقياس المنهجية، تختار كتابين في المنهجية فتقرأهما من الأول إلى الآخر وتهضمهما جيدا، وهنا عليك أن تستعين بالقلم، تلخص، ترتب المعلومات، تجمع ما قرأته في كتاب مع ما وجدته في كتاب آخر، تراجع ما لخصت. بهذا يمكنك أن تفهم وترسخ المعلومات أكثر، وبهذا أيضا تكون مستعدا لكل موضوع يطرح في المنهجية. يبقى فقط أن تحسن توظيف المعلومات وتحسن أيضا عرضها بمنهجية صحيحة. كل هذا وأنت متوكل على الله، معتمد عليه، وراض بما سيختاره لك. واستعن بالدعاء، وما أدراك ما الدعاء، واطلبه من أمك وأبيك وجدتك وكل من يحب لك الخير. إن شاء الله بعد هذا تكون الأمور واضحة أمامكم إخواني الطلبة، وهي أن المترشح عليه أن يجتهد في التحضير علميا للمسابقة، وبعد ذلك يتوكل على الله ويتقدم للامتحان وهو واثق من نفسه، يأمل في النجاح ويراه ممكنا، وفي نفس الوقت يضع احتمال رسوبه، فعدد المناصب قليل وعدد المترشحين كبير، لكن يقول في نفسه: لأجرب حظي، فإذا نجح فليفرح ويقول الحمد لله، وإذا رسب يأسف قليلا لكن يحمد الله أيضا، ولا ييأس ولا يكتئب ولا يرمي المنشفة، وليقل ما قال الشاعر: صح مني العزم والدهر أبى، أو يقول: الله غالب كما يردد معتز مطر دائما، وليجعل الدكتوراه مشروعا مستقبليا يبدأ التحضير له من الآن. في الأخير أقول لمن لم يسعفه الحظ في الامتحان هذه المرة: إن خسرت الامتحان فلا تخسر نفسيتك، إن خسرت الامتحان فلا تخسر إرادتك وعزيمتك، لأن الإرادة والعزيمة هي التي تدفعك للعمل وإعادة المحاولة مرة أخرى وربما مرات، حتى تصل إلى مرادك كما فعل توماس إديسون مع المصباح. شكرا للجميع على المتابعة، تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.